قائد العنابي يأتي الله جميلة الله. هذا الوحداوي يبدأ بصورة جميلة يفرح محبينا هنا أصحاب السعادة. كتيبة مرعبة كالعادة، هذا اللي يقول لك منافس من العيار الثقيل. يبدأ في الدقائق الخمس الأولى يسعد المدرجات ويفرحها ويأتي بهدف التقدم، لكن يا سلام يا سلام على تمريرات تناقلوها تبادلوها. وأحمد رفعت ابن مصر، وكلنا منحبك يا مصر يا أم الدنيا، بلد النيل والاهرامات والشعب الاصيل الطيب. هو احمد رفعت الذي بدا المهمه، لكن تيجالي عد بصوره جميله وهيئها، لكن لمسه معلم. يا سلام، حطها بالعقل، ركنها في المكان السليم، واعلن عن تقدم العنابي واحد لتمريره احلى. وسبستيان الله، القصة اكتملت، الجمال اكتمل. وحداوي سلام، وللعنابي تعظيم سلام. الله على جملة من النقلات واللمسات والتمريرات. وعبد الله حمد كملها صح، مشاها في المرمى. أسعد المحبين الوحداويين في كل مكان، لكن من الصانع؟ الصانع تيجالي. اللي صنع الأول هو اللي صنع الثاني. تيجالي يقدم الهدايا، وهذه المرة عبد الله حمد يكملها في المرمى، يضاعف من أفراح الوحدة ويحرك شباك الظفرة في مناسبة ثانية. راحت، مشت، استقرت تمريرة القائد. هكذا تمريرات وهدايا لا ترد. وعبد الله حمد يضعها في المكان السليم، يجعل الوحداوي تزداد سعادة. قبل 4 أيام من الآن أحمد رفعت يأتي بكرة الله بالثلاثة. هكذا يصالح الوحدة محبينا بعد ضياع بطولة الكاس. بالثلاثة يصول ويجول هذا العنابي ويسجل مزيدا من الأهداف عن طريق أدريان دا سيلفا البرتغالي الذي ترجم العرضية الماضية وسجل من خلالها هدف ثالث. الله يا أحمد رفعت، رفعها صح، عرضها المدافع الظفراوي كلاوديو الذي حاول إبعاد الكرة، لكنه قدمها بصورة جميلة إلى أدريان. مزيدا من الأهداف، مزيدا من المتعة، مزيدا من الجمال. محاولة موجودة للأمام في الجهة اليمنى، محمد إسماعيل، عرضية خطيرة، نيران صديقة تهدي الظفرة. هدف أول بالخطأ عن طريق علاء الدين زهير، سجل في مرمى زار الشباك محمد الشامسي، وبالتالي فارس الظفرة يسجل في هذه اللحظات. العرضية من محمد إسماعيل، من بديل إلى بديل بالمناسبة، لأن محمد إسماعيل كان بديل الظفراوية، واللاعب علاء الدين زهير بديل أنه يذهب نحو النقطة 13. وهذه كرة خطيرة، محاولة، الله الله، يقلص الفارق محمد إسماعيل بكرة رأسية في شباك الشامسي. الأمل الظفراوي يعود، الأمل الظفراوي يعود، يعود. نعم، 3-2 أصبحت النتيجة. هذا البديل الذي سجل بكرة رأسية جميلة، بالمناسبة هو اللاعب الذي قدم العرضية اللي أخطأ فيها طبعا علاء الدين زهير وسجل في شباكه، هو اللاعب نفسه الذي يسجل الآن بكرة رأسية جميلة. يستغل العرضية ويأتي بضربة رأسية جميلة. وين الرقابة الدفاعية؟ كانت غائبة بصورة. يبحث عن كرة عرضية، يفضل أنه يرسلها بهذه الصورة. الآن تصويب، الله، خيال، جمال.
الأجيال، لقطة تسحر العيون وتذهل العقول. أي هدف! راجمة الصواريخ انطلقت، صاروخ أرض جو لا يصد ولا يرد. يا لها من قذيفة محمد علي! هدف الموسم يا محمد، هدف الموسم يا محمد. صاروخ وحداوي، وكأنه يخبئ هذه اللحظة للإعلان عن انفجار وحداوي ونهاية للمباراة بصورة جميلة. بابابابا يا ستار يا ستار يا ستار! انطلقت، ذهبت في طريقها إلى المرمى. صاروخ أرض جو لا يصد لا يرد، قذيفة في مرمى عبد الله سلطان. هكذا العنابي، هكذا الوحداوي، هدف أجمل ما يكون. أحلى ختام، أحلى ختام لهذه السهرة. يا لها من كرة جميلة، نعم، تسحر العيون تذهل العقول. هدف وحداوي على استاذ النهيان، يستعرض كمان وكمان على استاذ النهيان، يستعرض الوحداوي.